قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي العميد أحمد المسماري خلال مؤتمر صحفي من درنة إن الجيش الليبي يسيطر على مدينة درنة ويحاصر الإرهابيين داخلها، مشيرا إلى أن خسائر الجيش محدودة خلال مواجهة الإرهابيين. في هذه اللحظات نحن نحاصر العدو داخل مدينة درنة وبعض أجزاء المدينة الآن تحت سيطرة القوات المسلحة، تسيطر على هذه المرتفعات بالكامل على مدينة درنة، تسيطر على الأرض التي الآن أمامنا، الأرض المفتوحة التي أمامنا الآن تحت السيطرة. الآن في هذه اللحظات إحدى سرايا القوات المسلحة تتعامل مع العدو المتحصن في هذه العمارات التي تحت الإنشاء. الآن حتى هذه اللحظات الحمد لله خسائر في قواتنا لا تذكر، تكاد لا تذكر، عدد من الجرحى، عدد من الشهداء، وكل الذين استشهدوا وجرحوا كان بسبب الألغام أو المفخخات.